رئيس السيسي يؤكد حرص مصر على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية. غداً استقالة الحريري، الجيش اللبناني يفتح الطرقات في جل الديب ويدعو المتظاهرين إلى إعادة فتح باقي الطرقات للممرات الرئيسية. استمرار التظاهرات في العراق وتقارير تؤكد رفض القوى السياسية إقالة الحكومة. انتصف نهار القاهرة العاشرة صباحا بتوقيت جرينتش، جولة إخبارية مفصلة من إكسترا نيوز، بدايتها وكالمعتاد مع إنجي طاهر. تفضلي إنجي. أهلا بك أحمد، أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد على موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها. كذلك خلال استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين، وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، إضافة إلى السفير الألماني بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن وزير خارجية ألمانيا نقل إلى السيد الرئيس تحيات المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى المستشارة الألمانية، مؤكدا سيادته ما توليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا الاتحادية وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات. اللقاء شهد بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والأمني، حيث رحب السيد الرئيس في هذا الصدد باهتمام الشركات الألمانية بضخ استثماراتها في مصر، معربا سيادته عن التطلع لزيادة تلك الاستثمارات في ضوء التحسن المستمر لمناخ الأعمال. بينما أشار الوزير الألماني إلى متابعة بلاده للنجاح الواضح لإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وكذلك الحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى في كافة أرجاء الجمهورية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وعدد من السادة الوزراء. الاجتماع تناول عددا من الموضوعات، في مقدمتها جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق والتي تؤثر على أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة، والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدود الدخل. الاجتماع شهد أيضا استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية. وعلى الصعيد الخارجي، تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات في هذا الصدد، من بينها تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن هناك إرادة مشتركة للحكومات والشعوب الإفريقية من أجل السعي للقضاء على الجوع وسوء التغذية في القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم الاحتفال باليوم الإفريقي العاشر للأمن الغذائي، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية تطبيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المتاحة وترشيد استخدامها للمحافظة على البيئة في الإنتاج الزراعي.
أود أن أؤكد على إرادتنا المشتركة حكومات وشعوب أفريقية من أجل السعي نحو القضاء على الجوع وسوء التغذية في قارتنا من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة 2030، كما أود أن أؤكد على ضرورة إيجاد حلول قارية مشتركة تجتمع فيها جهودنا جميعا بهدف تبني آليات عمل مشتركة في المجالات التالية: أولا، تبني سياسات وإجراءات اقتصادية واجتماعية تضع القضاء على الجوع على رأس أولوياتنا في العمل المشترك. ثانيا، تطبيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المتاحة وترشيد استخدامها للمحافظة على البيئة في الإنتاج الزراعي وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه. وأكد مدبولي أهمية تعزيز التواصل وإقامة الشراكات الفاعلة بين الدول الأفريقية مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لدعم الصناعات المحلية، مؤكدا حرص مصر كرئيس للاتحاد الأفريقي على التوصل لنتائج ملموسة تعطي دفعة حقيقية في تحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا. يتعين علينا تعزيز التواصل وإقامة الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني للتعرف على تطلعاتهم والاستفادة من خبراتهم وتذليل المعوقات التي يواجهونها في الميدان، تمهيدا للخروج بتوصيات ومخرجات قابلة للتنفيذ تمكننا نحن المسؤولين سواء رؤساء الدول والحكومات من توفير الضمانات اللازمة لاحتضان رواد الأعمال الأفارقة ودعم الصناعات المحلية والاستراتيجية الأفريقية، كما ينبغي ألا نغفل أهمية الاستثمار في أهم مورد تمتلكه القارة وهم الشباب الأفريقي رجالا ونساء بالتساوي، والذين نعول عليهم كثيرا لاستكمال المسيرة وتحويل الحلم الأفريقي إلى واقع مسلحين بحماسهم وإبداعهم وطاقاتهم الخلاقة. لمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز إبراهيم عزت. إليك إبراهيم. إنجي، أهلا بك، وبالطبع أهلا بكم مشاهدينا الكرام. منذ دقائق معدودة غادر دولة الدكتور مصطفى مدبولي بعد مشاركته في هذه الذكرى العاشرة التي لا تقام بالطبع لأول مرة، ولكنها لأول مرة هنا في مصر. نحن هنا نتحدث عن مؤتمر على مدار يومين اثنين بمشاركة حوالي 500 شخصية إفريقية وعربية جاءوا للمشاركة في هذا المؤتمر. الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته التي ألقاها هنا في مقر انعقاد الذكرى العاشرة ليوم الأمن الغذائي والتغذية الإفريقية، بداية رحب بالتأكيد بالحضور في ظل هذا الضخم الإفريقي الكبير، ونقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الإفريقي. وكان هناك ربما بعض من النقاط التي أكد عليها دولة الرئيس في هذه الكلمة التي ألقاها هنا. التغيرات المناخية كان لها نصيب كبير، ليست فقط يعني من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، ولكن عدد من المشاركين في الجلسات الذين تحدثوا أيضا عن هذه النقطة تحديدا في ظل التغيرات المناخية والجينات البذور الزراعية، بعض منها بالتأكيد ربما هناك عدم توافق فيها الفترة تحديدا. قال أن هناك تحدي جديد للقارة الإفريقية لتوفير الغذاء والقضاء على الجوع تماما في ظل استدامة هذه القارة وتنمية القارة الإفريقية 2063. إذا تحدثنا أيضا عن الكلمات وبعض النقاط التصريحات التي قالها دولة الرئيس هنا في الكلمة هنا في المؤتمر، أن القارة عموما بتعاني من بعض المشاكل بجانب التغيرات المناخية، قال وأشار حول لابد من الترشيد من استخدام المياه عموما في ظل تواجد ندرة الأمطار، ندرة المياه عموما في بعض من الدول الإفريقية، الاستثمار أيضا من مياه الأمطار والمياه الأخرى
في الزراعة وما إلى ذلك في خلال الفترة القادمة. المؤتمر الذي يشارك خلاله عدد كبير من الأفارقة كما ذكرنا، وأيضا دولة الرئيس غادر نظرا لأنه يعني هناك اجتماع للحكومة المصرية بالطبع اجتماع الأسبوعي، وكان برفقته عدد كبير من السادة الوزراء في هذه الجلسة وفي اليوم الثاني لهذا المؤتمر. ربما هذا هو أبرز ما جاء في كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء. وعودة مرة أخرى إلى الزميلة إنجي والزميل أحمد أبو زيد في الاستوديو. شكرا جزيلا لك إبراهيم عزت مراسل أكسترا نيوز على كل هذه التفاصيل. تنطلق اليوم في جنيف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المؤلفة من 150 عضوا يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي. من المقرر أن تعقد اللجنة المصغرة المعروفة بلجنة الصياغة أولى جلساتها الجمعة في مقر الأمم المتحدة بجنيف، تمهيدا لبدء العمل بإصلاح دستوري. كان المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون قد اعتبر أن بدء اللجنة الدستورية في مباشرة عملها يشكل بارقة أمل للشعب السوري على حد تعبيره. وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بدء عمل اللجنة الدستورية السورية بأنه انتصار كبير وإنجاز للشعب السوري بأكمله، مشيرا إلى أن الدولة الضامنة لاتفاق أستانا ستواصل بذل الجهود بالتعاون مع كافة الأطراف السورية من أجل استقرار الأوضاع في الأرض والقضاء على البؤر المتبقية للإرهابيين. والأمر الأهم هو إنجاز للشعب السوري، وأقول أن هذا إنجاز ليس لجانب أو لطرف من الأطراف بل لكامل الشعب السوري، للحكومة والمعارضة ولجميع المواطنين السوريين. ونحن أكدنا أن الأمر الأهم هو ضمان تنفيذ القرار 2254، خاصة فيما يتعلق بضمان العملية السياسية التي سيقوم السوريون أنفسهم بتنفيذها والتي سيخوضها وسيجريها السوريون. We'll be right back.
تبنى مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا تشمل مسؤولين لهم علاقة بالعدوان على شمال شرق سوريا، من بينهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار. كما تحظر العقوبات بيع أي تكنولوجيا يمكن أن يستعملها الجيش التركي في الشمال السوري، كما تشمل كذلك بنك خلق الحكومي وأي مؤسسات مالية تركية أخرى لها علاقة بالعدوان التركي على سوريا. دعا عضو مجلس النواب التشيكي ياروسلاف فولدينا إلى طرد النظام التركي من حلف الناتو وفرض عقوبات اقتصادية عليه، وذلك بسبب عدوانه على الأراضي السورية. وأشار فولدينو إلى أن الاتحاد الأوروبي يملك قرار فرض عقوبات اقتصادية لتغيير السلوك العدواني لأردوغان، منتقدا القيادات الأوروبية لعدم اتخاذها قرارات جديدة إزاء الممارسات والسياسات التركية التي لا تتوافق مع مصالح الأوروبيين. المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق يعرب خير بك، الكاتب والمحلل السياسي. سيد يعرب، أهلا بك مرة أخرى على أكسترا نيوز. هذه المرة أتحدث معك عن العقوبات التي تم فرضها على تركيا. نرى مجلس النواب صوت بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوت فقط في صالح عقوبات ضد تركيا، و في نفس الوقت نرى خطابات ترامب السابقة حين يعلن العقوبات في 14 من أكتوبر ثم يقول أنه رفع العقوبات في 23 من أكتوبر. برأيك سيدي، يعني هذا التضارب في الإدارة الأمريكية فيما يتعلق برد الفعل إلى ما يقول؟ نعم، يعني أهم ما هنالك اسمحي لي أن أذكر فقط بعد التحية لكم ولجميع مشاهديكم أنه في ثاني يوم إعداد تركيا، أنا كنت على قناة أكسترا نيوز تحديدا وقلت بالحرف الواحد أن حصاد أردوغان من هذه الهجمة على سوريا سوف يكون أولا تهجير مئات الآلاف، ثانيا غضب كردي كبير داخل تركيا سوف يمهد ويحصر لثورة كردية كبيرة وشعبية داخل تركيا، وثالثا انفضاح لوجه تركيا أمام العالم وازدياد وتوافق وتوحد دولي حول العالم ضد تركيا. وهذا الأمر بدأ يصدر فعلا كما تحدثنا بالحرف الواحد على قناتكم منذ ثاني يوم على العدوان. اليوم لابد من التذكير بأن اعتراف أمريكا اليوم بمجزرة الأرمنية، المجزرة التركية بالأرمن التي حصلت في القرن الماضي، هو حادثة جدا مهمة، لأنه للمرة الأولى يتم الحديث فقط عن هذا الموضوع ضد تركيا، وهذا كان خط أحمر لم تكن تركيا تتوقع أبدا مهما كانت الأمور أن يصل إلى هذا الحد. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للعقوبات، الكل يعرف أن الاقتصاد التركي هناك ما يزيد عن 56% من الاقتصاد التركي، أو فلنقول المشاريع والاستثمارات التركية هي استثمارات خارجية أو من جهة، ومن جهة أخرى أغلب باقي ال 46 من الاستثمار التركي هو استثمار أقل من استثمار يعني هو عام، بل استثمار خاص. لذلك هذا النوع من الاستثمارات يكون الأكثر حساسية لأي ظرف خارجي للعقوبات، وخصوصا إن كانت من أمريكا والتي سوف يتبعها الكثير من أوروبا. وأنا أؤكد لك هذا الأمر من خلال الكثير من الإعلاميين والأصدقاء في أوروبا الذين أكدوا هذا الأمر. هناك أيضا ناس من البرلمان البريطاني أيضا أكدوا بأنه سوف يكون هناك بالتأكيد عقوبات وسوف تفاجئ تركيا هذه الأمور. لذلك أنا أقول أن هذه العقوبات أولا سوف تسبب آثارا كبيرة على الاقتصاد التركي، ثانيا سوف تسبب إظهار الوجه التركي الحقيقي كسياسة عالمية، ثالثا سوف تسبب تنامي الغضب التركي في الشارع التركي ضد سياسات أردوغان، وسوف طيب سيدي، يعني دعنا ننتقل إلى نقطة اللجنة الدستورية بخصوص الشأن السوري، كيف يغير ذلك من المعادلة؟ نعم بالتأكيد، يعني كل الأمور اليوم، يعني الاجتماع الثلاثي الذي جرى البارحة حتى أنا حاولت أن أتابعه من بعض المصادر المتواجدة والأصدقاء المتواجدين في جنيف ومنهم من السوريين في اللجنة، أكدوا بأن هذه المرة كان هناك انخفاض واضح في الصوت التركي، كان الصوت الروسي أعلى بكثير. الاجتماع الثلاثي الذي جرى بين قادة إيران وتركيا وروسيا، كان الكلام الروسي أنه كان بمثابة تحذير، وكان موجها للتركي أنه لا يجب أن يكون أبدا أي تدخل في قضية الإعلان الدستوري، ولن نسمح بأن يكون تدخل خارجي. وكان حديث كبير حتى بالنسبة للتركي
لذلك وجدنا انخفاض صوته اليوم في أستانا، وهذا سوف يتبع فيما بعد. يعني أولا تراجع أستانا، هي تركيا كانت هي الضامنة للمسلحين، المسلحين كانوا يأخذون قسم كبير من سوريا، اليوم حجمهم لا يتجاوز 10% على أرض الواقع بالنسبة للوجود والقوة والإسفاعية والتأثير، لذلك ضعف الصوت التركي اليوم بسبب ضعف الذي كان يضمنه. ثانيا التركي اليوم كان يتماهى بقوته ببعض علاقاته وبحيث الأطلسي وبغيره، حتى هذه بعض العقوبات أثرت على موقف تركيا عالميا، بالتالي التركي اليوم تكون ضعيفا جدا في حتى فيما يتعلق بالأطلسي وما إلى ذلك. يعني نرى الآن مطالبات بطرد تركيا من الحلف. أشكرك شكرا جزيلا السيد يعرب خير بك الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق. قالت هيئة الاستخبارات الألمانية إن إرهابيي تنظيم داعش ممن يحملون الجنسية الألمانية لا يزالون قيد الاعتقال في الشمال السوري برغم تأثر السجون بالعدوان التركي. أوضح رئيس الهيئة برونو كال خلال جلسة استماع في هيئة الإشراف البرلمانية أن الإرهابيين المعروفين بالنسبة لبرلين لم يفروا بعد وفقا لمعلوماته، لكنه لم ينفي أن الوضع تغير في المنطقة بعد بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا. عبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل رابرن عن قلقه تجاه ما وصفه بالوضع الخطير المستمر في شمال شرق سوريا، وحث كل الأطراف على العمل من أجل استقرار الوضع هناك. ودعا رابرن الجانب التركي إلى الالتزام التام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 17 أكتوبر، وطالب سوريا وروسيا بعدم السماح بتحول الوضع في الشمال الشرقي إلى صراع جديد قد يزيد من حالة عدم الاستقرار في البلاد. أيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة قرارا يعترف بأن عمليات القتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن قبل 100 عام على يد القوات التركية يمثل إبادة جماعية. وافق المجلس بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتا على القرار الذي يؤكد ارتكاب الإمبراطورية العثمانية للمذبحة التي راح ضحيتها نحو 1.5 مليون أرمني خلال الفترة من عام 1915 وحتى عام 1923. أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن مذابح الأرمن على يد الأتراك تعد واحدة من أكبر الفظائع في القرن العشرين. ووصفت بيلوسي المذابح بالجريمة الصادمة التي تم إنكارها في أحيان كثيرة، مضيفة أن الهمجية التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني كانت إبادة جماعية. أما رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان فرحب بقرار مجلس النواب الأمريكي الذي اعتبر القتل الجماعي للأرمن قبل قرن تقريبا على يد الأتراك إبادة جماعية. ووصف باشينيان في تغريدة له على موقع تويتر القرار بأنه خطوة جريئة نحو خدمة الحقيقة والعدالة وسيجلب الراحة والطمأنينة للملايين من الأرمن. أما في الداخل التركي، اعتقلت الشرطة التركية 4 أشخاص وتسببت في إصابة عدد آخر بمن فيهم رئيس بلدية سابق من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وذلك خلال احتجاج ضد إقالة رئيس البلدية المنتخب في مدينة سيزاري بجنوب شرق تركيا تحت زعم علاقته بالإرهاب. وقام نظام أردوغان باستبداله بحاكم آخر للمدينة من الحكومة. أقر مصطفى ينر أوغلو البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بأن عشرات الآلاف من الأتراك فصلوا من وظائفهم وسجنوا ظلما. وقال ينر أوغلو في سلسلة تغريدات على تويتر إنه على يقين من أن عشرات الآلاف يقبعون داخل السجون التركية أو فقدوا أعمالهم ظلما في أعقاب محاولة التمرد الفاشلة عام 2016 على نظام أردوغان. ودعا ينر أوغلو إلى الانتفاضة ضد النظام في تركيا، مشيرا إلى أن المجتمع التركي اعتاد على الظلم وعمي الضمائر مسؤوليه وفسد المجتمع ولم يعد يحكم بالعدل. انضم المخرج البريطاني الشهير كين لوش إلى الدعوة لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية والثقافية التي ترعاها الحكومة التركية. واقترب كين لوش من الانضمام إلى أعضاء حملة السلام في كردستان، ووقع على وثيقة تؤيد منع العرض الأول لفيلمه الأخير في إطار حملة مقاطعة للفعاليات الثقافية والأكاديمية داخل تركيا.
قالت السفارة البريطانية في بيروت إن لبنان بات الآن في مفترق طرق ويحتاج إلى حكومة بوسعها إجراء الإصلاحات الضرورية فورا لنقل البلاد لوضع أفضل. أضافت السفارة في بيان أن ممارسة العنف تجاه المتظاهرين السلميين لن يؤدي إلا إلى إضعاف الوحدة والاستقرار في لبنان. نجح الجيش اللبناني في فتح طريق جل الديب في الاتجاهين بعد تراجع المتظاهرين، كذلك بعد مطالبة قيادة الجيش اللبناني لجميع المتظاهرين بفتح كل الطرق المغلقة والمبادرة لإعادة الحياة إلى طبيعتها. كما شدد البيان على حق المتظاهرين في التعبير السلمي عن الرأي بموجب أحكام الدستور والقانون، وذلك في الساحات العامة فقط. دعت الولايات المتحدة إلى الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري بعد نحو أسبوعين من الاحتجاجات التي شهدها لبنان. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن التظاهرات السلمية بعثت رسالة واضحة بأن الشعب اللبناني يريد حكومة تتسم بالكفاءة والفاعلية وإصلاح الوضع الاقتصادي ووضع نهاية للفساد. تواصلت التظاهرات الاحتجاجية في العاصمة اللبنانية بيروت بالرغم من تقديم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالة حكومته إلى الرئيس ميشيل عون. وكان الحريري قد أكد في كلمة مقتضبة وجهها إلى الشعب اللبناني أن استقالته جاءت استجابة لمطالب الشعب. هكذا وجد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وضع حكومته بعد 13 يوما من الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، فقدم استقالته للرئيس ميشيل عون في قصر بعبدة تمهيدا لتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات التي يواجهه لبنان. وبين ترحيب ورفض لاستقالة الحريري تباينت ردود الفرقاء السياسيين داخل الساحة اللبنانية، إلا أن المشهد في الشارع اللبناني لم يختلف، فما زالت المظاهرات تعم البلاد وتشهد غالبية الطرق الرئيسية شللا تاما. وفي بيان مشترك أكد رؤساء وزراء لبنان السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام أن الحريري تحلى بالشجاعة عندما قدم استقالة حكومته، مشيرين إلى أنه حانت اللحظة ليتحمل الكل مسؤولياته باتجاه حركة إنقاذ وطنية تقي البلاد الانهيار السياسي والاقتصادي. ودوليا دعا وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان السلطات اللبنانية إلى ضمان وحدة البلاد واستقرارها في خضم الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها، والذي اعتبر استقالة الحريري بأنه تجعلها أكثر خطورة. فيما عبر وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس عن أمل بلاده في ألا تتسبب استقالة الحريري في تقويض استقرار لبنان. وبعيدا عن ردود الأفعال، يخشى مراقبون أن تتسبب استقالة الحريري في وضع لبنان أمام سيناريو قاس متمثل في دخول البلاد في دوامة من الفوضى في حال لم يتم التوصل لحل سريع للأزمة التي تعد الأصعب والتي تمر بها البلاد لأول مرة منذ الحرب الأهلية. عبر الهاتف من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ أمين قاموريه. أستاذ أمين، أهلا وسهلا بحضرتك. لو غلب خيار أو سيناريو أن يعاد تكليف السيد سعد الحريري بتشكيل حكومة وإن كانت مصغرة، كيف سيكون للرجل وقتئذ أن يتعامل مع الشركاء الذين لم يقدموا له الدعم الذي يمكنه من القيام بالإصلاحات التي كان يتمناها؟ طبعا هذا هو السؤال المطروح الآن. يعني الآن رئيس الجمهورية أخر إصدار مرسوم قبول الاستقالة وإجراء مشاورات بإعادة التكليف للتفاهم على كيفية تعيين من هي الشخصية التي تتولى إدارة المرحلة المقبلة حكوميا، الرئيس سعد الحريري أم غيره. وكل هذه المعطيات التي إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق عليها يعني تتفاقم المشكلة، فمن هنا الانتظار. وبالتالي علينا أن نعرف هذه الشخصية من ستكون، وعليه يمكن تحديد الأمور. إذا كان الرئيس سعد الحريري، طبعا الرئيس سعد الحريري سيعود بشروط معينة، وهي بحد ذاتها قد تكون
السبب الذي أخر يعني كان سبب المشكلات الأخيرة بين المسؤولين السياسيين والشخصيات التي تتعلق منها وما إذا كانت حكومة سياسية أم حكومة تكنوقراط وما إلى ذلك من أسئلة أخرى. فلذلك كل الأمور متوقفة في اليومين المقبلين على هذه المشاورات. قد تبدو أستاذ أمين مسألة على الهامش، لكن ألم يأن الأوان لأن يعيد تيار المستقبل وما كان يعرف بكتلة 14 من أدار، تحديدا تيار المستقبل وزعماء الطائفة السنية الكريمة في لبنان، أن يعيدوا النظر في مفردات خطابهم في شبكة تحالفاتهم التي أقاموها، لأن هناك انتقادات بالغة توجه لتيار المستقبل وأنه بلغ من الوهن مبلغا هو الذي أوصله إلى أن يكون شريكا ربما مغبونا في تحالفات مختلفة؟ طبعا في النهاية الطائفة السنية هي طائفة أساسية في البلد، لكن ما حصل في البلد في الآونة الأخيرة وفي الأيام 13 الماضية يعني قلب كل المعادلات رأسا على عقب. المسألة لم تعد فقط مجرد إقناع أركان طائفة بالسير بمسار أو إعادة تصحيح أمور سياسية محددة، لا شك أن هذا النقاش دائر، ماذا فعلت؟ لماذا كانت هذه التسوية الرئاسية السابقة؟ وهل يمكن الاستمرار بها؟ وهل يمكن الوثوق بالحلفاء الجدد؟ أعتقد كل العلاقات تغيرت، يعني العلاقة التي كانت قائمة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل حتماً اهتزت بعد استقالة الحريري المفاجئة. العلاقة أيضاً مع حزب الله وهو ركن أساسي من أركان السياسة في البلد حتماً سيعاد النظر بشكلها وبأسلوبها، لكن هناك محاذير كبيرة في هذا الموضوع. يعني كلنا نعرف أن لبنان صحيح هناك بعض التوازنات الداخلية، لكن مسألة التوازنات الخارجية لا تقل أهمية. هناك سؤال يتعلق بمستقبل هذا البلد بالكامل، يعني لبنان ليس بعيدا عن ما يجري في سوريا، ليس بعيدا عن ما يجري في العراق، ليس بعيدا عن الصراعات الإقليمية الكبيرة الدائرة. وأصحاب القرار الفاعلين أستاذ أمين هم الذين أثروا حتى في علاقة لبنان مع محيطه وتحديدا محيطه العربي وربما الأبعد من ذلك. شكرا جزيلا لك أستاذ أمين قاموريا الكاتب والمحلل السياسي الذي انضم إلينا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. وفي العراق تتواصل تظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات لليوم السادس على التوالي، وذلك بعد أن انضم طلاب المدارس والجامعات إلى ساحة الاعتصام وخاصة ساحة التحرير. وأكد المتظاهرون رفضهم مقترحا لتشكيل الحكومة الجديدة من قبل الأحزاب السياسية، مؤكدين أهمية اتخاذ خطوات نحو الإصلاح السياسي من خلال تغيير الدستور، بينما طالبوا بمحاسبة المتسببين في سقوط القتلى في المظاهرات وبالإضافة إلى تجريد الأحزاب من أذرعها العسكرية. كذلك بينما وافق البرلمان العراقي على إلغاء الامتيازات الرئاسات الثلاث. قال موظفون بميناء أم قصر العراقي ومسؤولون محليون أن العمليات في الميناء توقفت بعد إغلاق محتجين مدخل الميناء، وأرجع مسؤول بالميناء سبب ذلك إلى عدم تمكن العمال البدلاء من الانضمام للعمل، فيما أضاف مسؤولون بأنهم عقدوا محادثات مع المحتجين لمحاولة إقناعهم بالسماح بدخول العمال للميناء كي يتسنى لهم العمل بصورة طبيعية. قالت مصادر عراقية إن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لا ينوي تقديم استقالته من منصبه، وأوضحت المصادر أن الأطراف السياسية المساندة لعبد المهدي ستسعى إلى إجراء إصلاحات كبيرة لكن من دون تغيير رئيس الحكومة الحالي. في غضون ذلك أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه استمرار عبد المهدي، وأكد أن ذلك لن يحقن دماء العراقيين. في الجزائر يواصل القضاة إضرابهم للمطالبة باستقلالية القضاء وإلغاء قرارات تقضي بنقل 3000 قاض من أماكنهم. يأتي هذا بينما تواصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فرز ملفات المترشحين ومراجعة مدى استيفائهم للتوقيعات المطلوبة من الناخبين.
ما زالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر تواصل فرز ملفات المرشحين الرئاسيين ومراجعة مدى جمعهم للتوقيعات المطلوبة من الناخبين. وبحسب السلطة الوطنية فقد بلغ عدد المرشحين الذين أودعوا ملفات ترشيحهم للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من ديسمبر القادم 22 مرشحا بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ومن بين المرشحين للانتخابات التي ينظر إليها باعتبارها حجر أساس في العملية الانتقالية رئيس الوزراء السابقان علي بن فليس وعبد المجيد تبون. انتخابات رئاسية تواجه تحديات من أبرزها رفض المحتجين لإجرائها دون تلبية مطالبهم، كما يهدد المحتجون بمقاطعتها وسط تأكيد السلطة على إجرائها في موعدها، فيما توعد رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح كل من يحاول وضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات. وسط هذه الأجواء يواصل القضاة في الجزائر التمسك بقرار الإضراب العام وشل المحاكم رغم تحذيرات الحكومة بوضعهم تحت طائلة القانون. نقابة القضاة الجزائرية جددت دعوتها للقضاة للاستمرار في الإضراب ورفض حركة التغييرات السنوية التي أقرها وزير العدل والتي مست حوالي 3000 قاض، ما يمثل نصف عددهم الإجمالي بين نقل وإنهاء مهام وإحالة للتقاعد. وحذرت النقابة السلطات من أي خطوة تستهدف التضييق على القضاة المضربين. وزارة العدل من جانبها ردت ببيان حذرت فيه القضاة من خرق القانون الذي لا يسمح لهم بالإضراب ورفضت مزاعمهم. وزارة العدل أمرت كذلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العموم بالتنفيذ الفعلي لحركة التغييرات السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء. وزادت الوزارة من لهجتها الحادة متهمة القضاة المضربين بتهديد قضاة آخرين مستمرين في تأدية مهامهم بشكل طبيعي، اتهام أعقبه رد لنقابة القضاة الجزائريين التي دعت رؤساء المجالس القضائية مجددا إلى رفض تنفيذ التغييرات الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء متمسكة بالإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبها. فيما دعت النقابة القضاة المنخرطين في الإضراب المفتوح إلى الثبات والاستمرار تكريسا لقضاء نزيه ومستقل. إذن يتواصل إضراب القضاة في الجزائر والذي يعد سابقة في السلك القضائي الجزائري ويتزامن مع حراك شعبي مستمر منذ عدة أشهر، بينما يثير أكبر استحقاق انتخابي في البلاد مطامح عدد كبير من المرشحين المفترضين للانتخابات المقبلة والذين وصل عددهم إلى 22 قبل الفصل في القائمة النهائية في الأيام المقبلة. ومن الجزائر إلى السودان، حيث كشف القائم بالأعمال الأمريكي لدى الخرطوم براين شوكان عن مساع تجرى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن الأمر قد يتطلب بعض الوقت. وجاءت تصريحات الدبلوماسي الأمريكي ردا على مطالب رئيس المجلس السيادي السوداني فريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال لقاء جمعهما بالخرطوم، حيث شدد الأخير على ضرورة إزالة اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ودعا البرهان أيضا خلال اللقاء إلى ضرورة أن تنظر واشنطن بإيجابية للتغيير الحقيقي الذي أحدثته الثورة الشعبية وما سيتبعها من إجراءات عملية لمصلحة التغيير في السودان. أكدت المملكة العربية السعودية أهمية ترسيخ صورة إيجابية للمواقف السياسية العربية وتصحيح الصورة النمطية السلبية عن العرب والمسلمين في الخارج. جاء ذلك خلال كلمة رئيس فريق الخبراء المعني بخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج تركي بن مرزوق العمري أثناء ترأسه أعمال الاجتماع الأول لفريق الخبراء، حيث أعرب عن أمله في نجاح الاجتماع بما يسهم في تدعيم وتفعيل العمل العربي المشترك. نجتمع اليوم لمناقشة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج من أجل العمل على ترسيخ صورة إيجابية للمواقف السياسية العربية وتصحيح الصورة النمطية السلبية عن العرب
والمسلمين في الخارج، لا سيما ما يتعلق بقضية العرب والمسلمين الأولى، القضية الفلسطينية، وكذلك قضايا الإرهاب ومكافحته. وهذا البند يستهدف مخاطبة عواصم الدول الكبرى التي لها حضور وتأثير قوي وفعال على المستوى الدولي. وفي ظل كل هذه الظروف، إلا أن الأمانة العامة بذلت الكثير من الجهد لتنفيذ البرامج الواردة بالخطة، ولإدراكها بأهمية إعادة تفعيلها وإعادة العمل بها بشكل آخر يتوافق مع الظروف الراهنة التي يمر بها العالم وتمر بها المنطقة، وما يتطلب تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الآخر. من مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أحمد رجب ينضم إلينا على الهواء مباشرة، لديه مزيد من التفاصيل، تفضل أحمد. أحمد، لك تحياتي وللسادة المشاهدين. كما ذكرت، ذلك الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار قد صدر عن الدورة 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت في يوليو من العام الحالي. تحدث لمزيد من التفاصيل حول ذلك الأمر وحول الجهود التي قامت بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحدث الدكتور فوزي الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وقال أن خطة التحرك الإعلامي في الخارج قد عانت على مدى السنوات الماضية من مد وجزر، وقد قابلت صعوبات، وخاصة في ظل هذه الصراعات التي تتواجد في الدول العربية المختلفة، والتي عطلت بعض المشاريع الخاصة بالقضية الأم بالنسبة للعرب، وهي قضية فلسطين. قال أن خلال العامين الأخيرين سعت الأمانة العامة لتنفيذ خطة التحرك الإعلامي، ومنها النشر الإعلامي والمنتدى الإعلامي العربي المتنقل، وأيضا راديو وتلفزيون الجامعة العربية على الإنترنت، وهي قرارات قد قررها اجتماع مجلس الوزراء العرب خلال عام 2017، وهو من عامين تقريبا. تم خلال الفترة الماضية، بحسب ما قال الدكتور فوزي الغويل، تم إعداد فيلم عن القدس عاصمة فلسطين، وسمي بذلك العنوان القدس عاصمة فلسطين، وتم نشر هذا الفيلم وترجمته بعدة لغات ليصل إلى دول العالم بشكل كبير. تم التواصل أيضا خلال الفترات الماضية مع الإعلاميين والصحفيين المعنيين بالشأن العربي في الخارج. وقال عن المنتديات الإعلامية العربية أنها تعقد، ويقصد أنها تعقد في أوقات القمم العربية الكبرى التي يشترك فيها دولا أجنبية أخرى، للاستفادة من تواجد مثل هذه الدول والعمل على نشر الثقافة العربية وتصحيح المفاهيم الخاطئة والصورة الذهنية الخاطئة عن الدول العربية من خلال هذه الفعاليات التي تحضرها الدول الأجنبية. وقال أيضا أن البوابة الإلكترونية لجامعة الدول العربية تم إطلاقها وتغذيتها بالمحتوى باللغة العربية واللغة الإنجليزية حاليا أيضا للتواصل مع العالم الخارجي، وتم تصميم في هذه البوابة، تم تصميم حديث لها، تم عمل تصميم حديث لها، وأيضا تصميم أقسام جديدة تتناول أهم ملفات القضية الفلسطينية. وأيضا قال الدكتور فوزي الغويل أنه تم تنفيذ نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية مع الطلاب في الدول العربية كافة في الجامعات وفي المدارس، لتعريف وتعليم الطلاب دور جامعة الدول العربية في العالم العربي. وأخيرا تم إنتاج فيلم وثائقي بمناسبة احتفال الجامعة العربية بالذكرى 70 على إنشائها، يتناول ذلك الفيلم دور جامعة الدول العربية والعمل العربي المشترك. كل هذا للتعريف والتعليم والتواصل مع الدول الخارجية من خلال الإعلام، لتصحيح هذه الصورة الخاصة بالعرب وتصحيح الصورة الذهنية التي قد تصل بشكل خاطئ في العالم الغربي. شكرا جزيلا لك أحمد، وعودة إليك في الاستوديو. شكرا جزيلا لك أحمد رجب، مراسلنا على الهواء مباشرة من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. يناقش مجلس اللوردات البريطاني اليوم قرار النواب بالموافقة على اقتراح رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وكان مجلس العموم البريطاني قد وافق بأغلبية ساحقة بلغت 438 صوتا مقابل 20 صوت على تنظيم الاقتراع الذي يريده جونسون. ف
تجددت الاحتجاجات المطالبة بإجراء إصلاحات في تشيلي على نطاق واسع، ودخلت يومها 12 على التوالي بالرغم من تغيير الرئيس سباستيان بينيرا لثمانية من وزراء حكومته الرئيسيين وإعلانه إلغاء حالة الطوارئ متعهدا بزيادة الأجور والمعاشات وتخفيض أسعار وسائل النقل العام والأدوية. خرجوا بالألاف للمطالبة بالتغيير، فتحولت احتجاجاتهم إلى أسوأ اضطرابات مدنية منذ عقود. تشيلي تلك الدولة التي تعتبر أكثر دول أمريكا اللاتينية استقراراً انطلقت من أبنائها صرخات استغاثة بعدما ضاقوا ذرعاً من تردي الأوضاع الاقتصادية. التظاهرات بدأت إثر الإعلان عن زيادة سعر تذاكر المترو، لكنها شملت بعد ذلك جوانب أخرى كالخدمات الصحية والتعليم. ورغم إعلان رئيس تشيلي تعليق قراره إلا أن الاحتجاجات استمرت، واشتبك المواطنون الغاضبون مع قوات الأمن، ما أسفر الوضع عن سقوط قتلى، لتضطر السلطات على إثر هذا لفرض حظر تجوال في محاولة منها للحد من أعمال الشغب التي تشهدها البلاد، داعية المواطنين إلى التزام الهدوء وملازمة منازلهم. وفي محاولة أخرى لاحتواء الوضع، أجرى الرئيس تشيلي تعديلاً حكومياً طال ثلاثة وزراء هم الداخلية والاقتصاد والمالية. تعديل وزاري لم يلقى له الشارع التشيلي بالاً، حيث استمرت الاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية لتتحول مرة أخرى إلى اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة سانتياغو. وتركزت مواقع المواجهات بين القصر الرئاسي وساحة إيطاليا التي تحولت إلى مركز للتظاهر منذ انطلاق الاحتجاجات. انتخب الأرجنتيني رافائيل غروسي مديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحصل على الأغلبية المطلوبة داخل مجلس حكام الوكالة الدولية لانتخابه مديرا عاما، وينتظر تعيينه رسميا الموافقة النهائية من قبل الجمعية العامة للوكالة والمكونة من 171 دولة. في شرم الشيخ تتواصل فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم. مستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتحدد في مدينة شرم الشيخ، والتي ينعقد على أرضها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019. الحقيقة يمكن حتى العرض المسرح الأخير بيدي إلهام كبير قوي قد إيه البشرية عبر العصور المختلفة نمت وتطورت وستنمو وتتطور، وإحنا كمعاصرين لهذا التطور نقبل ده، مش هقول نقبله كتحدي ولكن نقول نقبله كتطور إنساني نتفاعل معه بشكل إيجابي، نستفيد من إيجابياته ونتعامل مع التحديات اللي بتنشأ عنه. حيث يناقش المؤتمر الأطياف الترددية التي ستشغلها الاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية وتكنولوجيا الجيل الخامس. المؤتمر يناقش استخدام الترددات ومدارات الأقمار الصناعية للاتصالات الراديوية، وسيناقش إيجاد ترددات لخدمات الهاتف مثل الجيل الخامس وإيجاد خدمات جديدة لتكنولوجيا اتصال للأقمار الصناعية ودعم خدمات الاتصال بين الناس وإيجاد منصات جديدة للاتصال. قرابة 1000 ورقة عمل يناقشها المؤتمر في مدة انعقاده التي تنتهي في 22 من نوفمبر للوصول لوثيقة شرم الشيخ التي ستحدد الأطر التنظيمية لمستقبل الاتصالات خلال 10 سنوات المقبلة ومحددات تكنولوجيا الجيل الخامس. التكنولوجيا الجيل الخامس الاستفادة الأكبر منها لن تكون للاستخدام الشخصي، لا سيما في أول الأمر لأنه سعر الأجهزة مرتفع لا يقل عن $1000 حاليا، ومن ثم الاستخدام الأكثر
يعني واقعيا والأقرب هو استخدام الصناعات والاستخدامات التجارية والاقتصادية، لأنه تكنولوجيا الجيل الخامس توفر سرعات هائلة، توفر قدرة على التحكم في عدد كبير من الأجهزة والحساسات. يشارك في المؤتمر 3500 خبير من 140 دولة، و50 وزير ونائب وزير اتصالات، و50 شركة ومنظمة دولية في مجال الاتصالات. لأول مرة منذ 20 عاما ينعقد المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية خارج مقر انعقاده بمدينة جنيف بسويسرا، لتستقبله مصر ليبرهن على ثقة المجتمع الدولي في قطاع الاتصالات المصري وقدرة مصر على تنظيم مؤتمرات عالمية. شيرين مجدي، اكسترا نيوز. بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب المرحلة الأخيرة من مراحل قبول الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، وذلك من خلال المقابلات الشخصية للمرشحين داخل مصر أو من خلال المقابلات عبر الإنترنت للمرشحين خارج البلاد، وذلك بمقر الأكاديمية. الجدير بذكر أن البرنامج جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وتوصيته في منتدى شباب العالم 2018 بأن يكون عام 2019 عام الشباب الأفريقي ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وتم تخريج دفعتين بواقع 200 طالب من أصل 1000 شاب أفريقي مستهدف تدريبهم داخل مظلة البرنامج. دخل صندوق تطوير العشوائيات في تحدي جديد لإعادة الحياة الكريمة للمواطنين الذين يسكنون المناطق غير المخططة التي تمثل خطرا على أرواح قاطنيها. في محافظة المنيا منطقة عشش محفوظ سابقا والتي تم تغيير اسمها إلى روضة محفوظ، اعتمد مشروع التطوير على التنمية الكاملة للمنطقة والسكان من جميع النواحي والقضاء على العشش والمباني السكنية غير الآدمية وتوطين الأهالي بنفس المنطقة، مع إعادة تأهيل المنطقة عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا لتصبح منطقة ذات نمط عمراني مميز ومظهر حضاري. مشهد اعتادت عليه كثير من المناطق التي عاشت لأزمنة في فقر وعشوائية ما يزيد عن 25 عاما. كانت منطقة عشش محفوظ إحدى مناطق محافظة المنيا تعكس اسمها من عشش وحياة غير آدمية. الناس كانت عيشتها تعبانة والبيوت كانت ظروفها مش كويسة، يعني كان مناظر ما ينفعش أي حد يعيش فيها بصراحة. يعني الوقت الحالي هو الطبيعة أحلى، يعني بصراحة يعني عيشة نظيفة، الناس كلها بقت مش سوى واحد، سوى فئة عالية سوى فئة واطية، كله بقى مش سوى واحد، واخد بال حضرتك؟ بقت الناس كلها عايشة مع بعضيها كده عيشة واحدة، فكويس يعني، يعني عايشين عيشة كويسة. الشقة مش وحشة برضو، اتنين وصالة ومطبخ وحمام، مريحة، ينفع واحد بأولاده وأسرته، وينفع عريس وعروسة، يعني برضو مهيئة العيشة كويسة بصراحة، يعني بصراحة ربنا. كل تلك المعاناة حتى حل عام 2014 حينما التفتت أعين الدولة إلى معاناة الأهالي والأطفال من سكان هذه المنطقة ليحيوا بمساكن آدمية كاملة المرافق وتصبح في حلة جديدة باسم روضة محفوظ. كنا قاعدين في العشش وكان في صرف صحي وكده ومجاري بتدفع وكده، لكن الوقت بقت حلوة. الصورة كانت على جديها يعني الأول، يعني كانت الناس تعبانة برضو مش عوارب وبتاع. الوقت لما طور العملية وخلى المساكن وبتاع بقت مية مية عن الأول، والمساكن حلوة برضو، لمت الناس عن الأوض. أيوة كنا قاعدين في الأوض ولموا الناس. شهدت المنطقة أعمالا تطويرية على ثلاث مراحل ليتم تسليم 814 وحدة سكنية بإجمالي 35 عمارة بكامل الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى عدد من المحال التي تساعد في توفير مصدر رزق لهذه الأسر. احنا بدأنا في الثلاث مراحل 2014، نهينا في 2017. المشروع كله على ثلاث مراحل. المنطقة دي كان اسمها عشش محفوظ، دلوقتي اسمها روضة محفوظ بعد التغيير والتطوير اللي عملناه. كانت اغلبها مبنية من المخلفات المباني والبلوك، وكانت يعني بشكل غير آدمي. الموقف الحالي حاليا احنا
خلصنا عشاش محفوظ بشكل كامل وحصل عندنا وفر 10 عمارات استغلناهم في المنطقه المجاوره، لان سكان المنطقه المجاوره هم طلبوا كمان، احنا عايزين نتطور لما شافوا العمارات اللي موجوده والشكل اللي قدامهم ده شجعهم ان هو في ثقه بقى ان احنا عايزين نشتغل. كمان من ضمن المميزات ان احنا برضو اشتغلنا اجتماعي واقتصادي مع السكان، كان في مؤسسه خيريه بدانا معاها وكان ممول من المشروع ان يبقى في برامج اجتماعيه واقتصاديه، كان في تدريب مهني، كان في حرف صغيره، كان في مشروعات صغيره، الكلام ده كله كان في قوافل طبيه اتعملت للسكان. شهر 3/2020 هيبقى ما عنديش مناطق غير امنه في محافظه المنيا، وكنا هنا فعلا المناطق غير الامنه في محافظه المنيا بتسكين مدينه العمال اللي شغاله حاليا. انا حابب اقول ان كل الناس اللي شافت المناطق دي قبل وشافتها حاليا تعرف ان الدوله بتعمل لصالح المواطن خدمات ومرافق ومشاريع كبيره مش قليله. احنا كنا فين؟ احنا في المناطق دي حضرتك في وقفتك دي ما كنتش تقدر تقف تصور بالشكل ده، هنا في المنطقه اللي احنا فيها دي ما كانش حد يقدر يدخل ويقف كده بالشكل ده. 652 وحده سكنيه يستفيدون منها اسر عانت لعشرات السنين كاسره فرغلي عبد الرحيم التي عاشت بمنطقه العشش القديمه بغرفة لا تتعدى أبعادها عن 4 أمتار في 4 آخرين حتى تبدل الحال لتعيش الأسرة في حياة مختلفة كاملة الخدمات والحقوق الإنسانية. أنا عايش أنا وعيالي والحمد لله رب العالمين، أعطونا بدل الإيجار وقعدنا سنتين برا لغاية ما عملوا لنا المساكن ورجعنا في المساكن تاني. الأول على طول بالنسبة لكان الدبان والجرف طبعا عيالنا كانت بتتعب طبعا، لازم كانوا بيتعبوا، لما دلوقتي الحمد لله رب العالمين احنا نضافة الحمد لله كده عايشين بنستحيل الحمد لله. لا هو كده في نضافة الحمد لله رب العالمين، نضافة كاملة يعني مش أي كلام. احنا نفسيتنا ارتاحت أصلا. 3.6 أفدنة هي مساحة المنطقة التي تحولت من مساكن عشوائية إلى منطقة آدمية مخططة وفقا لقوانين واشتراطات بنائية حضرية تساهم في رفع مستويات اجتماعية واقتصادية لأسر باتت محرومة من خلال برنامج يساعد في بناء الإنسان ومن ثم بناء مجتمع متكافئ الفرص منهجه العدالة والمساواة الاجتماعية. للعام الثاني على التوالي ترعى شركة أورنج مسابقة سباق الشركات بمشاركة 30 فريقا يمثلون مجموعة كبيرة من الشركات، وذلك لدعم نشاط روح الفريق إيمانا بأن جميع الشركات يمكنها التعاون لإحداث تغيير للأفضل. ويتمشى سباق الشركات مع إعلان الرئيس السيسي أن عام 2019 هو عام التعليم، حيث يهدف السباق الذي ترعاه شركة أورنج إلى نشر التوعية وجمع الأموال من خلال تخصيص مبلغ قيمته 1,000,000 جنيه، وذلك من أجل تعليم 150 فتاة مصرية غير قادرة بالتعاون مع إنجاز مصر. وقامت شركة ريد روك بدعوة نخبة من الشركات الكبيرة والمؤثرة في مصر للمشاركة في سباق الشركات إيمانا منها بأن جميع الشركات يمكنها التعاون لإحداث تغيير إلى الأفضل. دي تاني سنة لينا نعمل التحدي ده للشركات، بنسميه The Corporate Race، سباق الشركات. فكرته كلها ان الشركات تيجي مع بعض تعمل يوم فيه نشاطات وتحديات ومناقشات لهدف يجمعنا مع بعض. صبح كنا لسه بنقول اللي بيجمعنا اكتر من اللي بيفرقنا، بنتنافس سوق العمل لكن عايزين نعمل مع بعض خير لبلدنا. في الفكرة كلها احنا كشركة ريد روك شركة تدريب بنعمل تدريبات لشركات مختلفة وكل شركة بتكون لوحدها، والسبب الرئيسي ان احنا متجمعين النهاردة ان احنا نسلط الضوء على اهمية الاستثمار في البنات وبالذات البنات رائدات الاعمال، ان احنا هنقدم برنامج عالمي هيساعد بنات كتير انهم يبقوا رياديين ويحولوا افكارهم لمشاريع. بالفعل احنا بنرعى، هي زي ما انت شايفه هي في صوره، هي المبادره ان احنا بنرعى رياده الاعمال للشباب الفتيات منها. ولو انت بصيتي كده شويه هي مختلفه، بدل ما بس بترعيها بمبلغ، لا انت عملتي نشاط
جمعت فيه أكتر من 30 شركة. اليوم كان فيه طاقة إيجابية ممتعة، الناس اتكلمت مع بعض، شركات من قطاعات مختلفة، شركات ما ممكن يكونوا يعني ما شافوش بعض قبل كده خالص، ممكن كم حد دلوقتي طالع عارف ناس بقى ممكن يبقوا بصحابه قدام. دي حاجة كويسة، حتى كأنها الطاقة الإيجابية دي هتخليهم يروحوا يشتغلوا شحنتهم. فأنت بتعملي حاجة كويسة ما بين الشركات، يتعرفوا على بعض ويعرفوا بعض، وتطلعي منها بمبادرة عشان تدعمي بيها كوز مهم اللي هو ريادة الأعمال. أورنج النهاردة كانت بتسابورت إنجاز، وديتها سيد فوند 1,000,000 جنيه عشان تدعم فكرة إن هي تعمل إمباكت أو تعمل تأثير فعلا للبنات في كل المحافظات، إن هم ينفذوا مشاريع بتاعتهم. ختام جولتنا الإخبارية لهذه الساعة، هذا تذكير بعناوينها. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية. بعد استقالة الحريري، الجيش اللبناني يدعو المتظاهرين إلى إعادة فتح الطرقات. استمرار التظاهرات في مدن عراقية مختلفة، وتقارير تشير إلى رفض بعض القوى السياسية إقالة الحكومة. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.